أعزائي مشاهدي موقع مباشر من مصر، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد هنا من محافظة أسيوط. يعني طلبة دبلوميات تجارة 5 سنين، طبعا دي مشكلة عامة عندهم إن هم بعد ما نجحوا جابوا مجموعة بسم الله ما شاء الله فوق 90%، اللي جاب 91%، اللي جاب 92%، وبعد ما جابوا مجموعة مرتفعة وفرحوا بالنتيجة اتفاجئوا بنتيجة التنسيق إن تجارة قبل من 96% مقارنة بالسنة اللي فاتت، يعني خدت من 88%، يعني ارتفاع 6% زيادة في التنسيق. فطبعا هنا طلبة بيستغيثوا وزير بالوزراء والمسؤولين ان هم يشوفوا لهم حل، يعني بعد ما ذاكروا وتعبوا ويعني وجابوا حصاد تعبهم وبسم الله ما شاء الله جابوا مجموع عالي، اللي جاب 92، اللي جاب 93، اللي جاب 92.5، واللي جاب مجموع مرتفع في الاخر ما فرحش بالنتيجه بتاعته وما فرحش بتعبه. فاحنا النهارده جمعنا مجموعه من الطلبه اللي هم يعني اتظلموا من التنسيق بعد ظهور التنسيق، يعني وطبعا بعد ما جابوا مجموع عالي في دبلومات. خلينا نرحب بحضرتك وعرفنا بنفسك. انا محمد عبد الرجال من اسيوط زي ما الاستاذ قال، وفي تجاره 5 سنين. اللي حصل ان احنا ما شاء الله كلنا دخلنا تجاره 5 سنين، فوصلنا لسنه 5 وذكرنا وتعبنا، رايح فين؟ رايح الحصه، جاي منين؟ جاي من الحصه. وطلع عينينا واهالينا تعبت جدا معانا. فاللي حصل ان تنسيق السنه اللي فاتت كان من 88%، فالحمد لله يعني الطلبه ما شاء الله كله اللي جايب 93 واللي جايب اكتر واللي واقفه معاه على دوبك 20%، يعني واقفه معاه على حاجات بسيطه جدا ومن 10 وحاجات بسيطه. فالطالب يبص يلاقي نفسه ان هو في معهد. طب ينظم المعهد؟ المعهد انها ادفع 15,000 كل سنه. طب مين بمقدرته ان هو يدفع 15,000 كل سنه؟ انا داخل تجاره 5 سنين عشان خاطر هدف واحد اللي هو ان انا اوصل لكليه تجاره. تمام؟ نبص نلاقي التنسيق بتاع السنه دي 96%، 96% انا اجيبها ازاي؟ ده يعني صعب على الكل، ما حدش يقدر يعمل كده. فاحنا يعني عملنا فوق اللي علينا وزياده. السنه اللي فاتت كانت 88؟ كانت 88، والتنسيق النهارده بيعلى درجه او درجتين. لكن زي ما شفتوا التنسيق بيجي 96، فيعني الموضوع ده ما يرضيش حد ولا يرضي ربنا. طب ايه المتاح في التنسيق اللي انتم ممكن تدخلوه؟ المتاح قدامنا كله معاهد. معاهد وخاصه، المعهد اللهم صل على النبي يبدا ب 15,000 جنيه اول سنه. ثاني سنه بيبقى ب 20,000 جنيه، وبيزيد 10% كل سنه. طب الطالب يجيب منين؟ وفي اللي على كد حاله واللي هو يعني مسؤول عن بيت واللي شغال وبيصرف على اهاليه. فده يعني هيجيب ازاي 20,000 وهيجيب المبالغ دي وهيقدم ازاي؟ خلاص انتوا كده بتبوظوا احلامنا. طب الشباب دي هتروح فين؟ نفرج ننهب والدنيا في غلا، مستقبلنا خلاص كده ضاع، وده يعني حرام اقسم بالله، والله حرام. طب ايه الاجراءات اللي عملتوها مثلا او في اي تحرك حصل؟ احنا ما فيش حاجة، يعني بص كل حاجة عملناها، لواءات ورحنا، طلب احاطة وعملنا، كل حاجة في الدنيا عملناها عشان خاطر نعرف نوصل لأي حل ان التنسيق ينزل. فيعني ادينا بنحاول ولحد الآن اهو كلنا اهو الطلبة كلها متجمعة وعمالين نسعى في الموضوع. الخبر اللي بنتكلم بالنيابة عن الناس يعني. بس وادينا عمالين نحاول ونسعى للموضوع بحيث انه حتى يقل أي حاجة عشان خاطر كله يوصل لأهدافه. فاحنا يعني كله حلمه الوحيد ان هو كان يخش كليه تجاره. احنا عارفين ان مفيش وظايف، بس حتى نرضى اهالينا اللي تعبوا معانا. اهو اولياء الامور كلها جايه وكله تعبان معانا، وكتر خير الف يعني كتر خير. واخدين كام؟ الاول جاب 96%، وده هو دخل تمام. الثاني والثالث داخلين انتساب، يعني هو يعني ابا الثاني على المدرسه داخل تجاره اسيوط وانتساب. بس والكلام ده يعني مش اسيوط بس، ده جميع المحافظات، واكثر من 10,000 طالب بيعانوا من هذه الحاله. فخلاص كده مستقبل الكل يعتبر ضاع. مفيش حد طلع قال ان في امل مثلا او في يعني في حركات مثلا او حل يعني؟ لا، هو في اللي بيقول في حل، في اللي بيحبطنا وهكذا، واحنا قاعدين عمالين نسعى للموضوع على قد ما نقدر. بس وقاعدين اهو كلنا بنتجمع وبنحاول نجمع اكبر عدد على قد ما نقدر عشان خاطر
يعني نحاول ننزل اي حاجه وبالنادي كل الناس ان كله يشير وكله يسمعنا عشان خاطر الموضوع يعني يوصل لاعلى نطاق، وكل الطلبه كل طالب فينا بيطلع فيديو لوحده يتكلم عن الموضوع، والفيديوهات ما شاء الله في فيديو والطلبه من عندنا جايبه 50,000 مشاهده برضو، يعني كله باصص يعني اللي يشوف الفيديو ولا الهوا. انت واخد كام في الميه؟ انا جايب 93%. 93. طب ايه اللي جاي لك انت في إيه؟ انا جاي لي كليه سياحه فنادق وفي اسكندريه، يعني سكن ويعني بص هنتعب هناك والله، ويعني ربنا يكون في عوننا. لكن ما فيش اي كليه ثانيه مثلا مش كان فيها حقوق بين ولا حقوق؟ هو اللي ظهر برضو يعني اللي جايب 93.5 ممكن تظهر له كليه تربيه نوعيه، بس يعني في بنفس الكلام اللي جايب 93.5 ممكن يظهر له معهد. انا بتكلم في حوار حقوق ده حاليا، حوار مصطفى صلاح. تمام. حاليا موضوع حقوق ده بالنسبه للطلاب احنا بنكون ايه، بنشعب تسويق، ده اللي مسموح معاهم كليات تجاره، قانون تجاره ومسموح معاهم تجاره وحقوق. دلوقتي ايه الناس بعد ما تدرس جميع القوانين، قانون جنائي بحري مدني كل انواع القانون لمده 5 سنين، في الاخر ايه هو اسيوط ما بتقبلش ايه كليه حقوق. تمام. بتكون ايه تخش محافظه ثاني تعمل تقليل اضطراب، في الاخر ايه تقعد لك سنه وفي الاخر ايه هترجع اسيوط. حاليا لما رحنا مكتب التنسيق بالنسبه لموضوع حقوق قال لك انسى الموضوع تماما، احنا مش هناخد حد من التعليم الفني. طب انت دلوقتي معلش انا بعد 5 سنين ادرس ليه انا اصلا حقوق قانون وكل يعني قوانين؟ انا عارف اكتر من الناس بتوع ثانوي عامه، حتى بالنسبه لموضوع تجاره انا واخد مواد محاسبيه اكتر من ثانوي عامه. طب انتوا بتفضلوا ليه ثانويه عامه عننا احنا؟ يعني لا، مكتب التنسيق انت تعليم فني، لا مش هتخش. يعني مش هخش، يعني ما ينفعش، يعني احنا بعد التعب ده 5 سنين، في ناس 6 سنين، انا 6 سنين قعدت، 6 سنين في ناس قعدت 7 سنين، كل ده في الاخر مع السلامه في الارض. مجهودنا طيب واللي هو لا تعليم فني، احنا 425 طالب، 25 طالب يا دوبك هم اللي دخلوا، يمكن اقل، في 400 طالب مع السلامه كده ما دخلوش. طب معلش احنا مستقبلنا فين؟ ده بالنسبه لمدرستنا احنا، في مدرسه ثانيه في ابو تيج، في تجاره 3 بنات واولاد، يعني احنا بنتكلم في 1000 طالب في المحافظه على الاقل على مستوى الجمهوريه. طب مين هي يعني هنوصل لايه؟ طيب مين هيحجج لنا؟ التنسيق ده بيبقى بناء على نسبه النجاح، احنا شايفين نسبه النجاح مرتفعه فالتنسيق بيرتفع. ماشي، بس في نسبه معينه، يعني مثلا فيكون في 10% كل سنه من التعليم الفني يخش، فاحنا حاليا ما دخلش 1%، يعني من ال 10%، ده القانون، ده اللي المفروض يحصل مهما ان احنا نجحنا والتنسيق يعلى ما يوصلش للمنظر ده. 96 اعلى حاجه، تمام، اللي هي بتاعت اسوان، احنا بنتكلم على اسيوط، اسيوط 95 و20، انتساب 94 و20 تقريبا برضو. السنه اللي فاتت كانت 89 انتظام وكسر، واقل حاجه وانتساب كانت 88. طب 6% ولا 7% في سنه واحده عمرها ما حصلت. غريبه ان يرفع 6% مره واحده، يعني عمرها ما حصلت من 2011 بترفع 1% او 2% بكبير قوي كل سنه، انك في سنه واحده تقدر ترفع 6% دي عمرها ما حصلت. واحنا يعتبر يعني احنا هنخش التاريخ بالهبل اللي حصل ده. يعني احنا بتاخد كام في الميه؟ 92 وكسر، يعني 92.5 تقريبا، انا يعني مش متذكر قوي. فحرام يعني ان انا ايه بعد كل ده يعني انت كده كنت المفروض تخش ثانيه كليه. احنا اوائل، احنا المفروض اخش على سنه ثانيه. احنا يعني اغلبيه الدفعه، ثلاث ارباع الدفعه جايبين من 90 لفوق. طب احنا دلوقتي لغايه 93، اقل حاجه انتساب 93 و76 ده بتاع دمياط، ده اقل حاجه في كليات. بعد كده معاهد بتبدا من 10 و15 وحاجات صعبه ما يستحملهاش كل الاهالي. يعني معلش احنا ما في معلش مع يعني محترمين الناس، في ناس بتعمل جامعات للي هيخش كليه اللي هم ال 1500 او ال 2000 بتوع السنه، يعني الناس على كد في الوسط الظروف اللي احنا فيها، فحاجه صعبه. عرفت نفسك؟ ابراهيم علي. واخد كام؟ 91. طيب ايه بقى الاجراءات اللي انت عملتها؟ احنا بعد النتيجه ما ظهرت واحنا خلاص احنا كلنا كده يا جدعان كليات ان شاء الله، ده على اساس التنسيق اللي كان بيظهر يعني في السنين اللي فاتت من 2011 التنسيق كان بيعلى كام؟ من نص ل 2%، وعلى حسب برضو كلام الوزير لما طلع قال نفس الكلمتين، التنسيق مش هيتغير عن السنين اللي فاتت غير في نص او 1% في المعدل الطبيعي بتاعه. فاحنا تمام، فاحنا قلنا خلاص هو كان بيقبل السنه اللي فاتت من 88 انتساب 89 انتظام، جينا السنه دي فوجئنا 96. يعني ازاي 96؟ احنا 425 طالب دخل منهم 20 طالب بس. يعني انا عايز افهم، يعني انا اذاكر 5 سنين علشان في الاخر برضو اروح معهد خاص؟ طب ليه يعني؟ انا يعني معلش انا افهم بتاع ده اكتر من بتاع ثانوي. يعني هي التجاره الوحيده اللي هي من غير فلوس او مش خاص؟
لا مش خاص، ما فيش غير تجارة بس. الباقي كله متاح. الباقي كله بقى معاهد وزيادة طبعا 10%، وطبعا أرقام يعني أرقام في السنة 15,000 و20,000. مالكمش أي كلية مجانا اللي هو من غير خاص؟ لا لا لا، كلهم معاهد، كلهم معاهد. أنا واحد من الناس جاي لي معهد في العباسية. جاي لي معهد في العباسية في عزبة النخل. تمام. طب ايه، طب انا اروح ازاي؟ ده انا عايز له إيه؟ طب ده انا عايز لك ده بنك يفتح لي انا بس. صح. معلش، مثلا واحد مثلا يكون جايب مجموعه مثلا تجاره بره اسيوط ويعمل تقليل اقتراض مثلا يجي هنا، ولا يعمل يعمل تقليل اقتراض ويرجع اسيوط؟ تمام. لا بس طبعا لكن مفيش حد جايب المجموعه اصلا. مفيش حد اصلا جايب المجموعه. 20 طالب بس اللي هم اللي دخلوا. 20 طالب بس، ويمكن اصلا 12 منهم اصلا انتساب كانوا بره ورجعوا تاني اسيوط. يعني ده فعلا حرام، ده حرام حرام. مثلا ممكن يقول لك مثلا ده بسبب الغش، ولا احنا ما كانش فيه غش. احنا لو كان فيه غش احنا المجاميع دي احنا فعلا تعبنا فيها. احنا في ناس كانت بتنزل كل يوم، تطلع من كورس تخش كورس، تطلع من كورس تخش كورس. احنا فعلا تعبنا. احنا كنا بننزل في رمضان في النهار في عز الصيام، نقعد لحد اذان المغرب، نطلع نروح نفطر وننزل تاني. لا احنا فعلا احنا تعبنا. احنا بنعمل كل ده عشان احنا فعلا تعبنا. ان شاء الله يعني تاخدوا حقكم باذن الله. ان شاء الله. عرفت نفسك. محمد عاطف، خريج كليه التجاره السنه دي. خدت كام؟ انا ايام مجموعنا قبلت من 89 انتساب. بس انا بقى حاليا انا مش جاي اتكلم على انا جاي اتكلم بصفه عامه على كل الطلبه. يعني ايه المجموع كان يقبل من 89 و90 انتظام، 91 انتظام، النهارده يقبل من 96. يعني ايه المجموع يتساوى بتجاره 3 والدبلومات مجموع تجاره 5 يتساوى بمجموع تجاره 3؟ حضرتك احنا مش طالبين كتير. الطلبه دي اللي اتكلمت، كل الطلبه واخواتي اللي اتظلموا دول مش طالبين كتير. تمام. دول عايزين يعملوا نفسهم كرامه. يعني هيبقى لا في شغل ولا في كرامه ليهم، شهاده يفتخروا بها قدام اولادهم. يعني الواحد منهم ينزل تعب 7-5 سنين. انا واحد من الناس قعد 8 سنين دراسه. 8 سنين. تمام. عشان خاطر اوصل للكليه كنت بعيد، وكنت بس برضه مصمم على حلمي. هل ينفع بعد كل التعب اللي تعبوا اخواتي دول، سواء مذاكره، نزول في رمضان، سواء نزول كورسات، سواء طلبه ودروس، وولي الامر بيطلع من الشغل بيشتغل شغلانتين عشان يكفي مصاريف الدروس، ويا ريت نكفي، وفي الاخر ولي الامر من دول يتصدم ان ابنه ما جابش المجموع؟ طبعا دي صدمه كبيره جدا لا ولي الامور وللطلبه. يعني ايه الطالب من دول ينزل راح من بيته وجايب ومطمن، حتى لو كان حسابهم ان هم هيجيبوا التنسيقات، حتى ما فيش مؤشر بان ان التنسيقات هترفع توصل ل 96. لا بالعكس، عندك طالب زي الطالب ده جاب خلاص اطمن. هو لو حسابه ان التنسيقات كان على اقل عمل معادله، لكن هم ما ادوش لطالب فرصه ان هو ادوله اختيار حتى ان هو يعمل معادله. ما فيش طالب عارف ان التنسيق كان هيوصل للمرحله دي. 96 يعني من الاوائل. طب فين ال 10%؟ يعني ايه اخر مرحله من المراحل تبقى هي ثانوي تجاري؟ ثانويه عامه خلونا احنا اخر مرحله في التنسيقات. طب دي نقطه. النقطه الثانيه دلوقتي بتوع تجارة 3 جايبين 97 مجاميع عالية وبرضه ما دخلوش. طب ليه برضه؟ رغم ان دي برضه مجاميع، يعني مش اي حد، يعني زي ما زميلي قال قبل كده ان دي مجموعة من الاوائل. هو 5 سنين يفرق عن 3 سنين في طبعا دايما 3 سنين مجموعها اعلى من 5 سنين. حتى في التنسيق في التنسيق بيفرق. مجموعها معروف ان نظام ال3 سنوات تنسيقها بيفرق، بيكون اعلى من تجارة 5. لكن اول مرة تحصل في تاريخ اسيوط ان التنسيق كله يكون متساوي كلها في كل المحافظات وفي كل البلاد نفس التنسيق، مفيش لا اقل ولا اكتر. وكلها حتى يا ريت جاي لهم كليات المتاح للمعاهد والكليات، مفيش حقوق حتى زي ما يدخل حقوق، لا جاي لهم معاهد كلها. طب المعهد ده في اسكندريه تنظيم تبادلي؟ طب ويا اتقبلت يا ما اتقبلتش. طب دي تيجي ازاي؟ يعني انا اسافر واتمرمط واروح اسكندريه ويا اتقبلت يا ما اتقبلتش؟ طب دي تيجي ازاي؟ تمام. يعني كمان مش اكيد. لا ده انت بيتعمل لك مقابله على تنظيم التبادل بتاع اسكندريه، ده انت بيتعمل لك مقابله ويا اتقبلت يا ما اتقبلتش. لو لا قدر الله ما اتقبلتش مستقبلك ضاع. بتشوف بقى تنسيق، يا اما بتدخل معهد خاص وده طبعا بالشيء الفلاني. طب لا اهلي ولا اهلك، كل واحد ظروف على كد حاله. يعني البني ادم زي ما بقى برضه قال، في ناس بتعمل جمعيات عشان خاطر تكفي اللبس وتكفي الدروس وتكفي المصاريف. مصاريف الكليه لوحديها هتعدي بكورسات بمحاضرات الدكاتره بالسكاشن بلبسك باكلك بشربك بتعدي فوق ال 100,000. طب انت كم 100,000؟ والدي او والدك بياخد كم 100,000 في السنه؟
انت عشان تكفي بس مصاريف لبسك النهارده عندك مصاريف الكورس ب 50 جنيه، تمام؟ عاد غير مصاريف الامتحان، غير مصاريف المواد اللي يعني، ويا ريت حد راحم يعني، في كورسات اونلاين ولا كورسات؟ لا كله فوق فوق فوق. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الناس دي واقفه هنا ليه؟ ما سالتنيش الناس دي واقفه هنا ليه؟ عايزين يعملوا نفسهم كرامه، عايزين يقولوا احنا معانا بكالوريوس تجاره، هم مش طمعانين في حاجه اكتر من كده. الناس دي بتتعب وبتنزل وبتشقى، كل دول اتفرج عليهم اهو واقفين عاملين ايه؟ بص كده على مناظرهم واقفين ليه؟ متجمعين ليه؟ متجمعين عشان يعملوا نفسهم كرامه، عايزين يقولوا لاولادهم في المستقبل احنا معانا بكالوريوسات. النهارده المعهد هات لي شغل بمعهد ولا بدبلوم، والناس دي مش هتيجي في الوقفه دي. وبرده حتى لما ياخدوا البكالوريوسات برده الناس دي مش هتلاقي شغل. طب الناس يعني هيبقى لها شهاده ولا شغل؟ طب الناس دي هتعمل ايه؟ ما هي فين المستقبل؟ الناس دي لو في يعني شغل بالشهاده اللي هي واخداهم، المعهد العالي مش معترف بيه. النهارده البكالوريوس عشان تشتغل برده بالبكالوريوس لازم يكون معاك كورس لغه، كورس كمبيوتر، كورس انجليش عشان تشتغل، ويا ريت بتشتغل. وحتى لما تيجي تنزل وتشتغل بتبقى محتاج واسطة عشان تنزل وتشتغل. طب فين؟ طب فين الناس دي تعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز حد يرد عليا. الناس دي لو ما اشتغلتش، طب الناس دي بتتعلم ليه؟ مش عشان تشتغل؟ قلت ما فيش شغل، الناس بتتعلم وبتاخد شهادات وبتدخل وبتتعلم وبيطلع عينها عشان خاطر تلاقي شهادة محترمة بوظيفة محترمة، ويا ريت بتلاقي في الاخر. فانا دلوقتي بطالب التعليم العالي والتعليم، كل التعليم، كل منظومه التعليم، ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد، وشوفوا ايه المطلوب مننا يتعمل واحنا نعمله. احنا بنطالب ان احنا وزاره التربيه والتعليم ان تشوف حل في الموضوع ده عشان اولادنا واخواتنا ما تظلموش، حرام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يجيب لك حقك وكل طلبه باذن الله. اتفضل على كده بقى. اسماء شامخ حضرتك، احنا اتفاجئنا 92.22% حضرتك، احنا اتفاجئنا بالتنسيق ان هو اترفع مره واحده، تمام؟ احنا ما كناش متوقعين ان هو هيعدي 90، لان المؤشرات كانت كلها بتقول ان هو ما بيترفعش غير 0.5% او 1% ده بالكتير او 2%، تمام؟ قلنا ان احنا نعمل معادلات، المدرسين قالوا لنا لا ما تعملوش معادلات وانتم مجموعكم جايب كليه وباذن الله هتخشوها وتستريح. اتفاجئنا اليوم الخميس في الصبح الساعة 3 بالليل ان التنسيق بتاعنا نزل 95.20%، ده انتظام. والفرق ما بين وبين انتساب ما فيش حاجة، دايما كل فرق كل سنة الفرق ما بين الاتنين بيبقى 1% على الاقل، تمام؟ طب احنا نعمل ايه؟ نسقنا. انا جالي الرغبة 45، جالي معهد نظم ومعلومات في دمياط، يعني انا سافر دمياط عشان اتعلم وكمان اخش من سنه اولى، يعني انا مفروض اخش من سنه تانية سنه اولى. سالت عليه قلت اخش وخلاص، سالت عليه لا معهد نظم ومعلومات وانا ما اعرفش اصلا عنه اي حاجه في دمياط من سنه اولى. لكن كليه التجاره كنت اخش من سنه تانية. من سنه تانية لقيته ب 16000. طب انا اجيب منين؟ انا واحده ابوها متوفي، امها ربتها من 5 ابتدائي مطلعاها ان هي تتعلم، يعني انا دلوقتي كانت بتديني فلوس حصص ومذكرات ودنيا ودين 5 سنين على امل ان انا اخش الكليه اللي قدامي اللي قدام مدرستي عشان اخش وافرحها. طب هي تفرح ازاي؟ احنا دلوقتي طالبين ان احنا التنسيق بتاعنا ينزل بالمعدل. احنا اشتكينا ورحنا وجينا ورحنا للنواب ومفيش حد اعطانا فايده. طب احنا ذنبنا ايه ما نخشش زي بتوع سنه وعام؟ سنه وعام احسن مننا في ايه؟ عشان هم يخشوا واحنا ما نخشش. هم يخشوا من 71 مش عارفه ولا 65%، واحنا اللي جايبين من 90 لفوق ما نخشهاش. طب احنا 90 لفوق احنا ولا غشينا؟ كمان واخدين اساسيات التجاره، يعني انتوا اساسا داخلين مؤهلين. انا عن نفسي كنت شعبه قانون وتامينات، انا رحت لكليه حقوق لان هم قالوا ان هم هيقبلوا والتنسيق بتاعكم نازل في كليه حقوق من 78%، تمام؟ رحت كليه حقوق، الست اللي هناك كلمتني بقرف وقالت لي احنا ما بنقبلش الدبلومات الفنيه، انت اخركم كليه تجاره. طب كليه التجاره مش مقابلانا؟ قالت لا احنا مالناش دعوه، تمام؟ اتفاجئنا ان التنسيق غيرنا خالص والمعادلات قفلوها خلوها سنه واحده. طب احنا كده كلنا ضعنا، مستقبلنا كلنا ضعنا، احنا اتظلمنا. احنا جايين دلوقتي نتكلم، احنا جايين دلوقتي نتكلم على تنسيقنا، فاحنا بنطالب ان احنا التنسيق بتاعنا ينزل على نفرح. نفرح احنا كده كده مش هنشتغل بشهادتنا، عارفين على الاقل هنبقى بكالوريوس تجاره زينا زي اي حد، زينا زي اي حد هيخش تجاره. وعلى فكره احنا المستقبل لينا، الاولويه كانت التجاره دي لينا احنا، هي ال 10%. طب فين ال 10%؟
اللي دخلوها حوالي 15 واحد، وكمان جايين تكليل التراب. طب هنخش فين؟ هلا العوض. انا خريجة تجارة، انا شاهد خريجة تجارة 5 سنين، انا جايبة 2.3 وما دخلتش كلية بسبب ان التنسيق جاي علي 6%. طب ماشي، احنا انا دلوقتي مش معايا ان انا ادخل معهد خاصة، انا اروح فين؟ انا جاي دلوقتي معهد في بورسعيد 15,000 جنيه، طب انا اجيب منين؟ معهد تكنولوجيا. ايوه هدخل من سنه اولى. طب انا دلوقتي اخدت 5 سنين، طب ماشي ال5 سنين دول انا مش من حقي ادخل كليه التجاره؟ مش من حقي ان انا ادخل بعد 5 سنين؟ انا تعبت 5 سنين، 5 سنين انا كنت بدخل بدخل فيهم كورسات، كنت بنزل فيهم، كنت رايحه جايه، تعبت 5 سنين ما لقيتش تعبي. انا دلوقتي بطالب من الـ من الـ من الوزير ان هو ينزل تنسيق، لان حرام، لانه حرام، احنا تعبنا 5 سنين ما لقاش تعبنا. ممكن تحول اصلا حتى لو المعهد ده لا قدر الله كملت فيه، ينفع تحول اسيوط فيه ولا مفيش منه في اسيوط؟ لا ما ينفعش، مفيش منه في اسيوط. مفيش في اسيوط. طب انا دلوقتي اروح فين؟ يعني انا اول حاجه ما عندناش ان احنا حد يتغرب. طب ماشي، وكمان المصاريف، انا ابويا شغال باليوميه. انا والدي دلوقتي شغال باليوميه، انا اجيب منين؟ انا اجيب منين؟ دلوقتي أنا... طب ماشي، المحوش فلوس يعني ما يتعلمش يقعد في البيت؟ يعني انا جايبه 92.3 اجيب ايه تاني؟ حل سريع باذن الله للمسؤولين، وان شاء الله يخش الكليه ان شاء الله في التجاره، وان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. تمام؟ عرفنا بنفسك بس سريع. ايه؟ ماشي، انا من محافظة اسيوط. التنسيق كان عالي جدا السنة دي، السنة اللي فاتت كان من 88 و89، السنة دي 96 و95، انا جايبة 92.4. مفيش اي كلية قبلاني، هي كلية تجارة وتربية من 93 اصلا، يعني كده مفيش اي حد دخل من الدفعة غير 8 من الدفعة كلها. انا جالي معهد نظم ومعلومات في دمياط، المصاريف 15,800. طب انا اجيب منين 15,800؟ يعني لا، المجامع عاليه، ما كانش كده السنه اللي فاتت خالص، والسنه دي كل اللي داخل معاهد خاصه، فانا كده مش هكمل، انا كده واحده هتقعد في البيت حرفيا. بس هي دي كل المشكله. يعني انتوا داخلين في المجال 92.4. بس عرفينا بنفسك. مريم اشرف. دلوقتي المفروض ان انا جايبه 93، تمام؟ ازاي بعد ما انا ما تعبت وجبت 93 انا ما دخلتش؟ المفروض انا اصلا كتعليم فني تجاري ان انا يكون ليا الاولويه عن ثانويه عامه. ده اللي المفروض كان يحصل، حتى لو في 10% المفروض يدخلوا، المفروض كنا ندخل. يعني كلنا جايبين مثلا، في ناس جايبه في التسعينات، وفي في الثمانينات، وفي في السبعينات، بس احنا يعتبر يعني جايبه حاجه و90، يعني من الاوائل، ازاي يعني ما ادخلش؟ فدي نقطه. النقطه الثانيه، حقنا احنا فين؟ طب انا جبت ال 93 دي هدخل بيها ايه؟ انا لحد الان مش عارفه، يعني انا قاعده في بيتنا. دلوقتي انا قاعده في بيتنا، جاي لي معهد في دمياط، نظم ومعلومات الزرقاء في دمياط، في السنه الواحده 15,800. طب معهد ليه وانا واخده معهد وليا الاولويه اصلا؟ هي واخده معهد، انت بتديها معهد بفلوس خاصه يعني، طب ليه؟ يعني ما تقدرش السنتين بتوع المعهد الحكومه هتديها 4 سنين؟ 4 سنين؟ اربع سنين معهد في الاربع سنين. طب انا هصرف عليها هي دلوقتي، العيال دي تعبت، احنا بندور على حقهم وعايزين حقهم. دلوقتي انت عامل نسبه محدده للدبلومات الفنيه، احنا بنطالب بيها، احنا عايزين النسبه بتاعتنا. دلوقتي انت ده في محافظه ما خدتش منها طالب واحد، طالعين من الاوائل. دلوقتي احنا عايزين دلوقتي حق عيالنا، عيالنا تعبوا 5 سنين، انا بنتي ما كانتش بتنام، انا كانت بتطبق، والله العظيم كانت بتطبق، ما كانتش بتنام. يعني انا زكوة، لما بنتي انا واحده في حلمها يضيع، حلم الشباب ده كله يضيع، الشباب ده كله يروح فين؟ كل واحد كان مخطط مستقبله بطريقه. دلوقتي احنا دلوقتي عايزين حق عيالنا، انا عايز حق بنتي وعايز حق الطلبه دي كلها، دول زي عيالي برضو. هو مفكر ان ثانويه عامه بس هي اللي بتسهر وهي اللي بتتعب وهي اللي بتتجاهد، لكن عامه هم كانوا بيبقوا 5 6 على جروب في التليفون، المساله دي حلها ايه، دي عامله ايه. انت بصيت لثانوي عام، ثانوي عام داخل السنه دي من كام؟ من طيب ودول من يعني انا عايزه اقول لك حضرتك، يعني انا واحده اتكلم نيابه عن دفعتي، انا عايزه اقول لك احنا امتحاناتنا كانت ورا بعضيها،
يعني احنا مثلا نقول بناخد 11 ماده وفي سنه برده كنا بناخد بال 14 ماده زينا زيهم. وغير كده احنا بيطلع عينينا على فكره المواد التجاريه يا جماعه مش سهله. هو مفكرين علشان ثانويه عامه بتاخد كيمياء وفيزياء يبقى كده الدنيا صعبه عندهم. لا احنا عندنا مواد تجاريه وصعبه ان هم مش حاسين بحاجه زي كده. ده بيعجز الشباب. يعني دلوقتي مين معاه دلوقتي المصروفات اللي هم طالبينها الخياليه دي؟ مين معاه؟ انا سؤال بساله لوزير التربيه والتعليم، حضرتك بناء على ايه حطيت النسبه دهيه؟ كل المتاح حاليا بفلوس. لا حطيت النسبه دهيت بناء على ايه؟ انا عايز اعرف. المفروض ان انت تعمل حصر للمجاميع دهيات وبناء على كده تنزل التنسيق، لكن انت تطلع لفوق خالص وما تاخدش حد. نسبه النجاح اكيد نسبه النجاح عاليه. فين انا عايزه واحد، انا عايزه واحد يقول لي 93 و83 من 10 ما دخلتش. انا عايز حد يفهمنا حط التنسيق بناء على ايه؟ والنسبه اللي محطوطه للدبلومات الفنيه فين؟ انا بطالب بالنسبه المحطوطه للدبلومات الفنيه. فين حضرتك دلوقتي؟ حتى الطلبه، انا بتكلم برضو في طلبه بتوع معاهد فنيه اخدين سنتين بعد الثانويه العامه، دول برضو مش لاقيين زي برضو عيالنا كده. برضو في طلبه اللي هم بتوع ثالثه تجاره نفس الحكايه، جايبين مجاميع كويسه وبرضو مش داخلين. يعني مش عيالنا، يعني انت ظلمت ثلاث فئات كده. هو انا دلوقتي على مستوى الجمهور، انا دلوقتي شوف كم الف طالب متضرر من اللي انت عملته. وغير كده ثانويه عامه بتدرس ثلاث سنين بس. انا عايزه اقول لك احنا خمس سنين. عارف يعني ايه نظام خمس سنين؟ يعني ثلاثه ثانوي واثنين معهد. دلوقتي يعني انا واخده معهد واخد معهد تاني. طب اللي هو ازاي بفلوس. يعني والمعهد بفلوس؟ ما احنا المؤهلين احنا اصلا دارسين مواد تجاريه كلها في التجاره. ثانويه عامه مش هتفهم حاجه اصلا كلها. يعني انا اعرف ناس ثانويه عامه وبتدخل وبرده بتعيد السنه. طب وليه؟ طب ما احنا احنا لينا اولويه ندخل. انا زي ده بقول لها اعمل تحسين، جايبه 93. اعمل تحسين ايه تاني في المجموعه عشان اعيد سنه خمسه؟ ما ينفعش كمان 93 هتبقى. طب اعمل ايه؟ هستنى المعادله. المعادله ما بتنجحش. انا عايزه اقول لك المعادله ما بتنجحش. في ناس بتعملها، ما فيش الا واحد بس اللي بينجح. انا سمعت يا جماعه تمام. غير كده يعني انا هتكلم عن نفسي. انا دلوقتي انا ولا داخله معهد ولا كليه، انا دلوقتي قاعده في البيت. في ناس كتير قاعده زي في البيت، في ناس تانية اللي مقتدر ماديا مقدم في معاهد، بس انا دلوقتي ذنبي ان انا اقعد في البيت وانا ليا الاحقيه بالكليه؟ ما دي برضو نقطه لازم نتكلم فيها. انا ليا الاحقيه وليا الاولويه ان انا ادخل وجايبه مجموع. محدش شافني وانا بنهار في البيت وخدت صدمه ان انا دي كلها تعبت فيهم. شباب الشباب كان بينزل شغل ويروح حصص ويروح المدرسه بتاعته. يعني انا دلوقتي عايزه دلوقتي اعرف الشباب دي اللي كانت بانيه امل على انها تاخد بكالوريوس تجاره، اللي فيهم اللي عايز يخش جيش وفيهم اللي عايز بعد ما يخلص جيشه يسافر يروح علم اللي فيه يدور طب دلوقتي انت حطمت احلامهم. دلوقتي الشباب دي يروح فين؟ انا سؤال دلوقتي بساله. انا دلوقتي عايزه اعرف عيالنا يروحوا فين؟ انت ما وفرت لهمش البديل. احنا مش مدينا الحق في تعليمنا ولا حتى شغل. احنا نروح فين؟ احنا نطالب بمين دلوقتي ان هو ينزل لنا التنسيق؟ احنا عايزين التنسيق ده ينزل. يعني انا واحده بنسحب في البيت، طب انا هقعد في البيت ليه وانا جايب 92.3؟ يرضي مين ده؟ يعني انا بقى تعبانه خمس سنين وبرده اروح اخد معهد تاني؟ طب انا معايا معهد، اخد معهد ليه؟ يرضي مين ده؟ حضرتك انا بنتي نفسيتها متحطمه. يعني تعبت بتقولي انا تعبت، بتقولي انا تعبت وما لقيتش. انا بخاف عليها والله العظيم، ما بتنامش ولا بتاكل. انا بخاف عليها. غير كده لو هو مش عايز. وفي حالتين كمان انا سمعت ان هم توفوا. يعني ما كانش عطانا درجاتنا؟ يعني ما كانش عطاني 93، في ناس جايبه 91 و92. ما كانش عطاها لنا وخلانا نبني حلم وفي الاخر يجي يهدمه في يوم وليله في قفل التنسيق او فتح التنسيق؟ يعني احنا كنا مستنيينه. احنا ما لحقناش نفرح، احنا ما لحقناش نفرح اصلا بالنتيجه. كل حاجه مره واحده لقيناها بتنهدم قدامنا. يعني احنا مستقبلنا، يعني احنا دلوقتي حاطين بعد الدرجه خمس سنين وتعب ومرمط. انا عايز اقول لك فلوس الدفع زي ثانويه عامه وبهدله زيهم، وكنا برضو بنروح متاخر. يا حصه الانجليش بس، يعني كورس الانجليش ده كنا بنروح بنقعد بالاربع ساعات قدام المستر. المستر بيفضل يهاتي معانا واحنا بنفضل قاعدين قدامه لغايه ما بنروح اربع ساعات. نظام الدروس بيبقى زي الثانويه العامه، مدرس بيدي زيه وبنفضل نعيد ونسين الثانويه العامه زيه في كورسات. احنا انا عايزه اقول لك كنت باخد في المواد كلها، مش عشان انا فاشله. ايوه انا عايزه اقول لك مش عشان انا فاشله، بس انا بص بجمع معلومه من هنا ومعلومه من هنا. 11 ماده كنت بجمع معلومات. انا عايزه اقول لك انا عندي كميه كتب ومذكرات ما تخطرش على بال حد. انا كنت اصلا بذاكر من على النت، غير مذاكره الكتب، غير مذاكره اصلا المستر اللي بذاكرها. فانا دلوقتي يعني انا بعد ده كله ما ادخلش واقعد في البيت ازاي؟ ما هو المفروض يطلع دلوقتي، المفروض يعني الوزير يطلع ويتكلم يقول لنا احنا مصيرنا ايه.
اكيد مصيري مش ان انا اقعد في البيت بعد 5 سنين ان انا ما ادخلش. يعني انا اهلي منهارين في البيت من ناحيه، ادي مامتي منهاره في البيت من ناحيه، وانا منهاره في البيت من ناحيه، يعني اقعد في البيت اعمل ايه؟ عارف المشكله فين؟ وغير كده ما بصش على اهالينا وان احنا عندنا المشكله ان مفيش حد من الحكومه طالع يقول حاجه يطمن الشباب ده، الشباب اللي هو مفيش حد بيتكلم، مفيش حد طالع يقول لهم حاجه. طلعت وعملت فيديو والفيديو جايب مشاهدات، حد طلع واتكلم او حد طلع ورد عليا؟ محدش طلع، مفيش الا حتى في الكومنتات. انا عايزه اقول لك ناس طالعه بتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ثانويه عامه بتتعب. لا على فكره زي ما هي بتتعب زي ما انا بتعب، انا محدش جه شاف تعبي وشقايا عامله ازاي عشان اوصل ل 93. ماشي، الثلاث سنين دول تعبوا، لكن انا تعبه خمس سنين تعبانه فيهم، مين شافهم؟ مفيش الا ربنا واهلي ودفعتي، مفيش الا شايفهم. حضرتك القرار اللي اخده الوزير دلوقتي بتاع التربيه والتعليم قرار خاطئ 100%. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي بتخلي الشباب يتجه حضرتك للثانويه العامه. دلوقتي هتجيبوا منين مدرسين للثانويه العامه وتلغوا التعليم الفني؟ ما هو دلوقتي ما حدش هيخش التعليم الفني، هو بيطور في التعليم الفني. ازاي بيطور في التعليم الفني وهو حطم امال الدبلومات الفنيه؟ انت عارف يعني ايه حطم امالنا؟ يعني احنا بعد دخلنا، لا حضرتك انت خلاص دخلت تجاره 5 سنين، انت مش داخل الكليه، انت هتقعد في البيت، ما حدش هيدخل. وفي نقطه معينه عايزين برضو نتكلم فيها، ان هو السنه اللي فاتت قبل من 89. طب معلش يعني السنه اللي فاتت اشمعنى قبل من 89؟ كان علا لو هو حضرته حابب ان هو يعلي في التنسيق بتاعنا كان يطبقه حتى من السنه الجايه قرار جديد، ما كانش يطبقه حتى على دفعتنا على مستوى الجمهوريه، كان المفروض يدخلنا وبعد كده يطبقه على الناس اللي طالعه بعدينا، لكن ظلمنا دلوقتي. طب احنا مصيرنا ايه؟ لحد انا ما حدش راضي يطلع ويقول مصيرنا ايه؟ برضو قاعدين في البيت، والناس يعني ما تزعلش من الناس بتسيب الاولاد بتسيب شغلها وبتنزل عشان خاطر الموضوع ده. حد بيسمع لهم؟ حد شايف شغلهم ومرمنتتهم لما واحد يترفد من شغله؟ والناس اللي بتسافر من محافظه اسيوط وتسافر القاهره وتفضل واقفه من جنة للقاهره يعني، ومن جنة للقاهره يعني عشان برضو واقفه متمرمطه، وفي ناس برضو بتسافر لحد دلوقتي العاصمه الاداريه واقفين، ما حدش راضي حتى يطلع يرد عليها. وعلى فكره احنا كلمنا النواب كلهم بتاعت اسيوط، كلمنا وعملنا طلبات احاطه القاهره مثلا، حضرتك قبل الوزير او والله مين هيطلع يرد على حضرتك؟ احنا تعليم فني، تحس ان هو اصلا ملوش قيمه التعليم الفني. يعني مفيش التعليم الفني، ما حدش باصص له ان هو زي ثانويه عامه او هو مثلا هيدخلك كليه قمه. ده طب حتى مش بتقبل من 95 زي محافظه اسيوط، انت بتتكلم ازاي؟ ما اللي يتكلم نتكلم كلام بالعقل. في كميه عبث بتحصل في ايرور يا جماعه، احنا لحد الان مش متخيلين ان احنا ما دخلناش كليه. هو احنا عايزين، احنا اول يوم كليه ما دخلناش النهارده للدبلومات الفنيه، احنا عايزين هي ال 10% اللي كان قايل عليها. احنا ما دخلناش ال 10%، ده في ثلاثة بس دخلوا الكلية، والباقيين داخلين انتساب من بلدان ثانية وعاملين تقليل اقتراب. وتقليل اقتراب انت بتتكلم ازاي؟ مصيرنا احنا فين؟ ده اللي صالح المعاهد الخاصة والكليات الخاصة، القرار اللي هو أخده ده اللي صالحهم مش لصالح ولادنا. ممكن يكون في حل ان ممكن يا ريت ينزل التنسيق، ينزله حتى 3% 4%. سمعت قبل كده التنسيق ممكن ينزل بعد ما سمعنا يا ريت في حاجه معينه، بس ده كلام، احنا عايزين واحد مسؤول يطلع يقول لنا. بس احنا عايزين فعلا حتى على الاقل يطلعوا يتناقشوا في الموضوع، احنا طالبين ان هم يتناقشوا. يعني حضرتك الموضوع كبير مش صغير يعني. وحابب بس اضيف حاجه، ان ثانويه عامه اللي بيجايين علينا، انت عندك فيزياء وكيمياء، انا عندي محاسبات بالمواد اللي عندك كلها تمام، احنا الحصص اللي بناخدها ضعف الحصص اللي انت بتاخدها، فاحنا كلنا تعبنا، وزي ما انتم شايفين الاهالي تمام، واحنا 11 ماده اهو وهم 6 مواد، فيعني اهو ربنا يكون في عون الكل اقسم بالله. وادي زي ما انتهت المصاريف 3 سنين، انتوا 5 في التجاره والتعليم الفني، لو كان مصدوم على خلال السنين فات كلها 1% فمصدوم 100% السنه. وادينا زي ما شفنا كلنا، بس هنسلم عليكم ونقول يا ريت نشار الفيديو لاكبر عدد عشان الكل يشوف، ونشكركم انكم انتوا شفتونا لحد الان. حد من المسؤولين يبص لعيالنا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعني ربنا يكبر بخاطركم ان شاء الله، ويكون في حل سريع باذن الله، وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني كل طالبينه حلمنا ما يضيعش ان احنا نوصل، نتمنى يشوفوا الشباب ده ويدوروا على مستقبلهم. يعني حرام حرام 5 سنين يضيعوا من عمرهم كده، حرام. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نطلع لقاء تاني مع حضراتكم ان شاء الله لما تاخدوا حقكم ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا وشوفكم كلها مليانه فرحه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله صوتكم يوصل ان شاء الله قريب باذن الله للمسؤولين، وان شاء الله نبشركم بخبر حلو ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، شكرا اعزائي مشاهدي مباشر من مصر، كان معكم امير مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله.